قوله جل ذكره: لقد رضي الله عن المؤمنين. أي مؤمنين؟ الذين شهدوا البيعة. هذا يسمى أيها المبارك عام يراد به الخاص، عام يراد به الخاص. فلو جاء أحد وقال أنا بحمد الله مؤمن، والله يقول في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين، فالله يخبر في القرآن أنه راض عن المؤمنين وأنا مؤمن، نقول هذا ينبغي أن تعلم أن في القرآن آيات عامة يراد بها الخاص. بالقرينة يعرف من ماذا؟ من القرينة. أين القرينة؟ هنا ربنا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقد جاء في الحديث الصحيح لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا قرابة 1400 رجل رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه شجرة لكن لا يعلم مكانها، وخير للناس أن لا يعلموا مكانها.